ورجعنا لكم مره تانية ولسه مكملين معاكم في بيت الخير. والنهارده معانا عروستين من الفيوم، بيت الخير قام بتجهيزهم، هنشوفهم. بس عايزه الاول اخد اتصالات لان احنا عندنا اتصالات كتير قوي. كلمونا على الارقام اللي بتنزل قدامكم على الشاشه. معايا مين؟ ام اسلام. ايوه يا ام اسلام. ام اسلام ايوه. الو، ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا استاذه اميره؟ كل عام وانت بخير. وانت طيبه يا حبيبتي، قولي لي اتفضلي. احنا انا والله ظروفي صعبه يا استاذه اميره، انا بعمل في ربنا وفيكي خير ان شاء الله ان انت تقفي جنبي. قولي لي ايه المشكله؟ المشكله ان انا قاعده في منطقه نائيه والبيت مكشوف يعني ومش متحبك، واحنا احتياجاتنا كتير واولادي فيهم عايزين يعني صغيرين ما يقدروش يجيبوا القرش، وجوزي ما بيشتغلش حاجه دلوقتي. حضرتك عندك كام ولد؟ عندك كام طفل؟ عندي ولدين. عندي ولدين. عندك ولدين. ايه اللي محتاجاه؟ انت محتاجه ايه بالظبط؟ انا محتاجه حاجه تعمل لنا دخل يعني ان احنا نقدر نكسب. مشروع مثلا؟ مشروع صغير مثلا؟ لا احنا محتاجين محتاجين ايه؟ محتاجين توك توك يشتغل عليه جوزي علشان يقدر يدخل البيت، لان احنا والله العظيم يا استاذه اميره احنا نايمين على الارض. مشروع يعني؟ طيب ماشي، حاضر 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 حاضر، هبعت لك حد يعمل دراسه حاله ونشوف ايه المشروع اللي ممكن جوزك يعمله. سهله. حسن من السويس. ايوه يا استاذ حسن اتفضل. مساء الخير يا بيه. ازيك يا استاذ حسن؟ حضرتك على الهوا، اتفضل يا فندم. اتفضل، مساء النور. كل سنه حضرتك طيبه يا فندم. وانت طيب يا استاذ حسن، اتفضل. انا عينيا تعباني وعايز اشوفها. حاضر حاضر، عينيك تعباك، حاضر هنكلمك. خدتوا الرقم يا جماعه؟ مين اللي بقى؟ مين؟ استاذ ابراهيم من اسكندريه. ايوه يا استاذ ابراهيم اتفضل. ايوه يا فندم، انا سيادتك انا عندي مشاكل جامده قوي، انا تعبان ومريض وعندي السكر وعندي ربو شعبي وعندي اكتئاب نفسي، وكنت باخد معاش ابويا كل سنه بقالي 3 سنين، اتشال مني السنه دي، بيعرضوني على لجنه طبيه اتشال مني السنه دي، ومليش اي مدخل رزق، وقاعد انا قاعد في شقه ايجار حديث وما عنديش حاجه ابيعها. عايز تعملوا لي اي مشروع ولا اي حاجه؟ استاذ ابراهيم حضرتك عندك كام سنه؟ انا عندي 53 سنه يا فندم. عندك اولاد؟ عندي اولاد، ابني سابني وساب لي البيت ومشى، مش عارف اصرف على عيالي. عندك ولد واحد بس ساب البيت ومشي؟ ولا عندك كذا ولد تاني؟ بخلص جيش وبيقول لي عايز اكون نفسي ومش عايز يصرف عليا ولا حد عايز يشتيني حاجه. من ساعه ما راح مني المعاش سعادتك، وانا ظروفي وحشه، حتى تعملوا لي اي عمل في قلب الشقه ولا اي حاجه اعملي معروف. حاضر 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 يا استاذ ابراهيم، حاضر يا استاذ ابراهيم، انا بعت حد يعمل دراسه حاله. استاذ محمد من اسكندريه اتفضل يا استاذ محمد. الله يبارك فيك، ربنا يخليك يا استاذ استاذه اميره، ربنا يخليك. بس انا حصل معايا حادث قطر. فزي ما تقولي فقدت رجلي الاثنين، محتاج كرسي كهربي بس. عايز كرسي كهربا؟ ايوه ان شاء الله. حاضر 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 ماشي. نعم فندم. حاضر، سهله، حاضر. أيوة. هنجيب لك كرسي كهربا. اسيب في الكنترول؟ طبعا طبعا، لازم لازم تسيب رقم تليفونك. ومحتاج ايه يا جماعه؟ اول ما تكلمونا سيبوا لي اول حاجه تعملوها سيبوا رقم التليفون ومحتاجين ايه عشان لما اطلع اعرف نتواصل معاكم تاني. مين تاني يا جماعه؟ طيب هرجع اقول لكم مره تانيه، احنا شغالين على عمليات العيون وعمليات القلب، اي عمليات جراحيه انتم محتاجينها هنعملها ان شاء الله على طول، عمليات السمنه، عمليات الحقن المجهري هبتدي فيها ان شاء الله الحملات دي بعد العيد، هنبتدي فيها وهنبتدي فيها بشكل كبير جدا. تجهيز العرايس بنبتدي بيه من دلوقتي، اي حد محتاج اي حاجه يكلمنا على الارقام اللي بتنزل قدامكم على الشاشه. هقول مره ثانيه، طالبه من رجال الاعمال والمؤسسات والشركات، محتاجه شغل، محتاجه وظائف، لان ناس كتير جدا بتبعت لي ان هم عايزين يشتغلوا. فيا ريت لو انتم عندكم اماكن فاضيه تقولوا لي. دايما رجال الاعمال بيشتكوا بيقولوا احنا عندنا وظائف كتير ومش لاقيين حد يشتغل. طيب انا عندي وظائف كتير وعندي ناس كتير محتاجه انها تشتغل، فارجوكم بطلب من رجال الاعمال ان هم يقدموا لي الوظائف اللي عندهم. مين معايا يا جماعه؟ يا استاذ بهاء من هنا. من هنا اتفضل يا استاذ بهاء. السلام عليكم، ازيك يا استاذه اميره؟ ازيك يا استاذ بهاء، عامل ايه؟ طيب يا فندم. وانت طيب؟ انا بتصل يا فندم بخصوص المهندس علي ابو القاسم. علي ابو القاسم ده فندم والله مظلوم يا استاذه اميره، والله حضرتك تعرفه منين؟ ربنا يعني من خلالكم ان شاء الله نتواصل معاكم
وبغيت الرئيس عبد الفتاح السيسي باذن الله ربنا يكرمنا باذن الله. تعرفوا منين يعني إيه؟ تعرفوا منين يا استاذ بهاء؟ تعرفوا منين؟ ابن خالتي. ابن خالتك؟ اه ربنا يفك كربه. بس ربنا يفك كربه. احنا عملنا مناشده النهارده واتمنى انها تجيب نتيجه، واتمنى ان المسؤولين يردوا علينا بسرعه، وان شاء الله لو هو فعلا مظلوم ومراته معاها الادله كلها ومعاها الاثباتات كلها ان شاء الله خير، ما تعرفش الخير فين، ان شاء الله نطمن عليه. استاذ سامي من البحيره، اتفضل يا استاذ سامي. تحياتي لحضرتك وكل سنه وحضرتك بخير، وانا بشكرك على برنامجك المحترم ده اللي هو بيساعد الناس اللي فعلا محتاجين لانسانه محترمه زيك. ربنا يخليك، تسلم. شكرا جدا، دي شهاده. اولا انا عاوز اسيب رقم تليفوني في الكنترول لحضرتك، وعاوز اتواصل معاكي، مش لازم الليله، الوقت اللي يناسب حضرتك تتصل بيا فيه، عشان دي مسألة حياة أو موت لثلاث أسر، فما ينفعش الكلام فيها حتى على الهواء. طب ممكن تقولي بخصوص إيه؟ بخصوص إيه؟ لا. يعني العنوان العريض حتى. طيب. يعني في حاجات ما ينفعش تتقال على الهواء. طيب خلاص خلاص ماشي يا أستاذ سامي، هنكلم حضرتك. طيب للأسف الشديد الوقت انتهى، كمل اتصالات كبير جدا، أوعدكم إن شاء الله يوم الأحد اللي جاي هاخد كل الاتصالات. اللي عايز يتواصل معانا الجمعه او السبت ابعتوا لي على لينك الصفحه بتاعتنا اميره بدر، هينزل اللينك حالا قدامكم، او كلمونا على الارقام اللي هتنزل قدامكم على الشاشه، هنستقبل اتصالاتكم على مدار الاسبوع، او ابعتوا لنا رساله وبرده هنشوفها وهرجع ارد عليكم فورا.